أهلا بكم. لا تزال هناك عدد من اللجان التي تنعقد داخل مجلس النواب لمناقشة أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة في الأيام السابقة، لا سيما لجنة الاستثمار واللجنة الاقتصادية ولجنة الطاقة والبيئة. هناك العديد من طلبات الإحاطة من أجل استفسار وأيضا استجواب رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل من أجل هذه القرارات التي كان لها ردود فعل سلبية على المواطن في الشارع المصري. معي الآن سيادة النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة، نتحدث معه عما دار في الأيام الأخيرة من قرارات تخص المزارع والتجار. برحب بحضرتك سيادة النائب. أهلا سيادة محمد بيه. بصر حضرتك فندم، القرارات الأخيرة اللي اتخذتها الحكومة، هل حضرتك شايف أنها بتصب في صالح المزارع والتجار، خاصة بعد ارتفاع أسعار الطن سواء للقمح أو للسكر أو للرز؟ الحقيقة أن هي لو بتصب في صالح حد فمش في صالح لا المزارع ولا المواطن بصفة عامة، أما ممكن بعض التجار تصب في صالحهم. بمعنى أن احنا من يومين كان إلى حد ما كنا اتكلمنا في سعر الدولار، وكانت الامور يعني كان في استقرار للمواطن وكان في حاله فرح، الا ان احنا للاسف صدمنا بعد منها بسويعات قليله، انه طبعا ارتفاع اسعار البنزين والسولر ومشتقات البنزين بصفه عامه الامر. وايضا في نفس اليوم كان في اجتماع لرئيس مجلس الوزراء بزياده اسعار القمح السنه الجايه ان شاء الله من 420 ل 500 جنيه للأرداب، أيضا زيادة أسعار قصب السكر من 400 ل 500، وزيادة أسعار الذرة من 2100 تقريبا ل 2500. ده كويس واجتماع وقرارات إيجابية، إلا إنها تواكبت مع زيادة أسعار السولار والبنزين. ممكن يكون طبعا ده في صالح الحكومة في صالح الدولة وفي إيجابياته، لكن التوقيت لم يكن مناسبا لعدة أسباب. أنت النهاردة زودت سعر القمح وبعض الزراعات. الزراعة ديت يعني دلوقتي بنزرع القمح اللي هو الغلة، بيتحرك بجرار شغال بالسولر، بينضم بميكنة شغالة بالسولر، بيروى بمكنة شغالة بالسولر، بيتنقل بجرارات ووسائل نقل شغالة بالسولر. ال 30 جنيه اللي زودتهم في الأرداب هتاخد منهم من المزارع حوالي 100 جنيه تقريبا على الأرداب. إذا أنت ما فرحتش المزارع قد ما أبكيته، مع العلم إن سعادتك تعلم إن يعني المزارعين بصفة عامة أو الفلاحين نسبة للعدد العام أو للدولة 55% هم المصدر الحقيقي في الأمن الغذائي، وحتى اسمها لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية والأمن الغذائي و إذا أنت دي مش لجنة عادية. وللأسف للأسف للأسف إن هذه القرارات اتخذت في غياب المجلس. إزاي أنت الشعب، نحن ممثلين للشعب، نصدم بقرار وإحنا قاعدين وسط الشعب بنفرحه بأشياء وأيضا بنزعجه بأشياء أخرى وقرارات أخرى. إزاي الحكومة تتخذ هذا القرار في غيبة مجلس النواب؟ إزاي هو مش النائب ده أو المجلس النواب مصدر للسلطة وصاحب القرار، والمفروض هو صاحب القرار اللي هي تفيد المواطن وأيضا تلزمه. كيف أكون أنا صاحب ذلك وتتخذ قرار سواء ارتفاع أو غيره سعر وأنا ما نعرفش؟ أمال أنا دوري إيه؟ وده سؤال. دوري إيه إذا كان تشريعي لم يؤخذ برأيي للأسف، وإذا كان دوري رقابي أيضا للأسف لم يؤخذ به، لأن اتخذ القرار في غيبة عن المجلس، وإحنا طبعا لم ولن نصمت لهذا القرار، ولازم يكون له رد فعل لصالح المواطن وأيضا الوطن. إحنا ما احناش ضد الحكومة، لكن لا يجب أن قبل منها بيومين كان السيد رئيس الوزراء وبعض الوزراء معنا في الجلسة، وحصل هجوم وحصل اتفاقات كلها لصالح المواطن، إلا أنه صدمنا بالقرارات اللي سعادتك سمحتها واللي الشارع كله للأسف اللي بيرضى عنها قلة قليلة جدا لا تتناسب حجم مصر وحجم المواطنين المصريين وأهميته. إذن يعني أفهم من حضرتك أن في حالة من عدم الرضا بين المزارعين نتيجة القرار الأخير بارتفاع أسعار المحروقات،
حتى بالرغم من ان تم ارتفاع اسعار او رفع سعر الارداب للسادة المزارعين. مؤكد، لانه اصله ايه؟ المواطن المصري بصفته طيب، وممكن تفرحه ساعة وزعله 23 ساعة، لكن ازاي اعرفه ان انا في صالحك وان انا بأفيدك وان انا معاك، وبعد كده خد اللي انت عايزه منه يا سيدي، لكن زودته 30 جنيه في الارداب وتزود عليه 100 جنيه تانيين، يعني سوري ما تتعاملش كانك بتتعامل مع ما ينفعش. ده مواطن مصري ذكي مش فلاح، مش معنى فلاح، هو في غايه وقمه الذكاء، ما ينفعش التعامل ده. والمفروض بما ان انا جاي من الشعب وانا خادم للشعب وابن الشعب ودوري ان اكون مع الشعب وايضا مقنع للشعب، انا مقنع للشعب، لو انا عندي المعلومات الكافيه يبقى انا مع اهلي وناسي واهل دايرتي وكل نائب في وسط اهل دايرته يوصل لهم ازاي سيتم زياده الاسعار او ارتفاع الجنيه مقارنه بالدولار او يبقى انا عنده مقدمه واستعداد لما سيكون سواء كان ضده او له، يبقى في الحاله ديت نفسيا عنده استعداد. لكن انا اسف انا ما عندناش استعداد ولا قوه المواجهه مع المواطن المصري حاليا. ليه انا اكون كده جاي من شهور من وسط هذا الوطن ومن وسط هذه الدايره، والنهارده انا اللي بنكون مش عارف نواجههم نقول لهم لا 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 سعر الدولار اللي حصل فيه ضحكتهم امبارح وابكيتهم النهارده وما احنا ما عندناش رد مقنع. بيسالني سؤال واحد، انت دورك ايه؟ ايه اللي عملته؟ ده حصل كذا كذا، اي كلام ما بخلش عليه وما ينفعش معاه. وللاسف انه قرار يعني مش عايز نقول ايه، متعسف غير صائب، لا توقيت ولا كان المفروض حتى على الاقل انا راجل عندي عربيه يزود البنزين ما يزودش السولار. السولار دي عصب الحياه للمواطن بصفه عامه. النهارده اكلم اي حاجه قدام عينيك وانت راكب تاكسي غلي، اللي بيبيع فول وفلافل غلي، بقول لك ده انا الناس والله العظيم احنا عندنا في قريتنا الناس راجعوا من عمليه الفرن القديم، فرن الحميه اللي هو بالحطب، وعملية حاجة عندنا كده كانوا بيطبخوا عليها الكانون بحطب وكده. ليه؟ احنا بنتقدم للأمام ولا بنتأخر للخلف؟ للأسف أنا معلش أتكلم وأنا متوتر، لأن إيه؟ أنا بقول شكلي هو نبض الشارع اللي أنا جيت منه. كل الشكر لحضرتك فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. إذا يعني حالة أيضا من الغليان وحالة من الضيق داخل لجنة الزراعة بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذت. لم يفرح المزارعون طويلا بسبب ارتفاع أسعار المحروقات التي ستؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار الخضروات وأيضا السلع بشكل عام على المواطن. بشكركم وعودة مرة أخرى للاستوديو.